تحرك. الحمد لله يعني يمكن تعبنا على الفيلم ده قوي الحمد لله يعني قعدنا يعني سنتين نجهز له فيا رب يا رب يعجب الناس. اللي عجبني فكره الفيلم الجديده صراحه لما قالها لي كنزو عبد الوهاب فرحت بيها جدا واتبسطت جدا حتى لما عرضناها على استاذ وائل فرج اتبسط بيها جدا. فالحمد لله يا رب يعني يا رب باذن الله نبقى قدمنا حاجه حلوه للناس. كل مره بتخوض شخصيه كوميديه، الكوميديا هنا مختلفه في ايه؟ الكوميديا هنا مختلفه مش في حاجه، لان الكوميديا واحده يعني يمكن الكاركتر نفسه مختلف شويه او الحدوته مختلفه شويه. فيا رب نبقى موفقين ونقدر برضو نضحك الناس من خلالها. شايف الكوميديا صعبه؟ اصعب حاجه. ليه صعوبتها في ايه؟ صعوبتها ان انت تضحك الناس، احنا شعب دمه خفيف اصلا. فان انت تضحك الناس دي حاجه صعبه جدا. كريم بعد طمنا على حضرتك والجمهور يعني. نطمن عليك، طمنا عليك والجمهور. انا الحمد لله والله زي الفل، كفايه نظره الحب اللي في عينيك. انت هتشوف حاجه بعيد عن الكوميديا. بعيد عن الكوميديا؟ مش عارف. مش دلوقتي. شكرا يا حبايبي، شكرا يا عيني، شكرا شكرا. ثواني ناخد ورقه. ماشي معايا هنا توتا 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 توتا. ايوه هنا هنا اهو اهو. ماشي يلا توتا. خد يا حبيبي اصور كده ولا توتا؟ شيل. بص هقول لك تعمل ايه؟ بس عشان اعرف اقف كام. شيل زي كده ومسك الكاميرا.